طيب المعادلة. بمناسبة نقطة ان احنا بنتساءل بتقيم ازاي، قلنا عرض وطلب، برضو نفسر بايه انه في اوقات ارتفع فيها البيتكوين بشكل خرافي، وناس عملت، ناس اللي تداولته في الوقت ده عملت منه ارقام خرافية، وبعدين نزل وبعدين طلع ودلوقتي بينزل على ما اتصور. التذبذب ده نفسره بايه في الاوضاع اللي حوالينا يعني؟ طبعا التحركات زي ما اتفقنا للبيتكوين وعملات مشفرة كلها قايمة على العرض والطلب. والفكرة المشكلة الغريبة في العرض والطلب على هذه الأمور واللي عاملة تذبذب كبير قوي لسعر هذه العملات، والمخاطرة بتاعتها عالية جدا لدرجة احنا شايفين تراجعات في يومين ب 26%. يعني لو حد حاط فلوسه في هذه العملة ربع فلوسه طارت أو تراجعت، بلاش تراجعت، خسر كتير، حوالي ربع فلوسه في يومين فقط لا غير. ده عايز أقول حاجة، جزء منها تخيلي بيأتي من السوشيال ميديا، يعني مجرد شباب بتعمل جروبات على الحق البيتكوين، جروبات على المواقع المشهوره ما وليكن زي التليجرام، ويقولوا يلا نشتري دلوقتي كلنا بيتكوين. عايز اقول لحضرتك في واحد، ده سهل يكون موجه، ما هو موجه يعني هو هذه للاسف، ما هو عشان ما فيش حوكمه، فطبعا عشان كده حتى الدول بدات يعني تحاول تتابع هذا الامر، وبدا منها البعض ياخد فكره ان احنا نرخصها بدل ما نبدا يعني عشان نشوف الشركات دي اللي هي شركات الوساطه والامور دي نشوفها بتتعامل ازاي ونقدر نعمل بعض الحوكمه عليها. فالفكره كلها في التذبذب العالي ده هو بياتي ايضا من فكره عدم وجود بيانات واضحه للعمله بالكامل. يعني مثلا احنا بنتكلم على سهم، احنا بنشوف البيانات الماليه للشركه، نتائج الارباح دي ما لهاش نتائج ارباح، دي ليها ان في طلب زياده على العمله دي وما لهوش سبب. دي المشكله، طلب زياده ملهوش سبب جوهري، يعني في ليس هناك سبب جوهري ان هناك في هذه زي الفتره. زي الذهب، انت تقدر تقول الذهب بيعلى عشان الاسباب عشان الفلانيه، الذهب دايما الناس عارفه الذهب مثلا بيرتفع وقت الازمات، ملاذ امن، ملاذ امن. البيتكوين والعملات المشفره ما فيش ليها قاعده ثابته ولا حتى تحليل فني، يقدر البعض بيستخدم التحليل الفني في هذا الامر لا يتماشى دائما، فهو عباره عن اشاعات. عايز اقول لحضرتك ان السوشيال ميديا بيحركوا، وليكن احنا شفنا شخص مثال شهير عندنا ايلون ماسك لما كان بيكتب تغريده وليكن بيحط صوره، لو نفتكر كده، كلب بس، فكان في عمله اسمها دوك كوين، العمله دي هو كان يحط صوره الكلب ده ويكتب تو زامون، فنبدا نشوف العمله طارت ل 70 سنت. طب ايه السبب الجوهري؟ هل ده منطق اللي انا اقدر اشتغل عليه؟ لا طبعا، نفس الحكايه شيء مذهل. ترامب ابتدى يتكلم على البيتكوين في المؤتمر الانتخابي، شفنا صوت يعني في ارتباط النقطه مهمه عايزه حضرتك برضو تشرحها لنا، كنا بنتكلم فيها قبل الحلقه، ارتباط البيتكوين بأبعاد سياسية، وشفنا ترامب يتكلم عنه، يطلع البيتكوين، ترامب يخرج من الرئاسة ينزل البيتكوين، اللفة السياسية المرتبطة بالعملات المشفرة دي نفهمها ازاي؟ طيب خليني اقول لحضرتك انه الاقتصاد والسياسة واسواق المال هي يعني كلها مش لعملة واحدة، مرتبطين ببعض بشكل كبير جدا. والحقيقة الذكاء اني ازاي اقدر اني اوظف التكنولوجيات الناشئه الجديده زي سلاسل الكتله والعملات المشفره وادخلها في المنظومه الحكوميه او المنظومه بتاعه الدوله، مش اني اغمض عينيا واحاول اني اتجاهلها. والحقيقه انه شئنا ام ابينا العملات المشفره النهارده اصبحت حقيقه، وهناك تداولات ضخمه جدا عليها، وبالتالي من الذكاء اننا نبص على الموضوع دوت ونحاول اننا ننظمه. ويمكن ده اللي ترامب كان بيتكلم عليه الحقيقه في برنامجه الانتخابي، على الرغم بالمناسبه انه الولايات المتحده عندها تنظيم قانوني قوي جدا لفكره العملات المشفره، ولجنه التجاره الفيدراليه الامريكيه بتطلع قواعد في المساله دي بشكل مستمر جدا عشان تحمي المستهلك، وعشان كمان تبتدي انها تنظم المساله دي ما بين اللاعبين المختلفين. وبالتالي الحقيقه دايما النصيحه انه خلونا نبص على التجربة ونحاول اننا نحط لها اطار تنظيمي مناسب ليها عشان نقدر اننا نشوفها ونقدر اننا يعني نتغلب على المخاطر بتاعتها. انما طول ما احنا بنحاول اننا نقول لا مش عايزين نبص عليها لانها في منتهى الخطورة يعني من الممكن انها تبقى بتساعد في تمويل الارهاب وجرائم غسل اموال وكل الكلام ده، كل الكلام ده حقيقي وما فيهوش مشكلة على الاطلاق. بس الحقيقة انه
ده مش هينفي انها بقت واقع موجودة. وبالتالي مهم جدا الحقيقة اننا نتدخل بسن تشريعات وتنظيم واقعي وعملي يبقى بيحمي تمام الدولة ومقدراتها وبيحمي كمان المستهلكين، لأنه أحيانا بتحصل عمليات نصب كتير. من الاستخدامات الغير مشروعة الخاصة بها.